أنا امرأة لي زوج وخمسة أبناء، ولكن زوجي متزوج من امرأة أخرى ويوليها اهتمامه أكثر مني ومن أبنائي، ويمنعني من أشياء يسمح بها للأخرى، وهذه حياتي معه، فما رأي سماحتكم في هذا الحال؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. الواجب على الزوج أن يعدل في ما يتعلق بالزوجات، وليس له الحيف، ومسؤول عن هذا الشيء. فالواجب على الأزواج أن يعدلوا بين الزوجات، وأن يستعينوا بالله، وأن يراقبوه سبحانه وتعالى في كل شيء، في القسم وفي النفقة، وفيما يتعلق بجبر الخواطر بينهن وعدم الشحنة بينهما. هكذا ينبغي للزوج أن يكون حكيما، ويحرص على كل ما يهدئ الأحوال ويجبر الخواطر، ويجعل الزوجتين فأكثر في راحة وفي طمأنينة من عدله وعنايته وحسن خلقه معهما جميعا. هذا هو الواجب عليه. وعلى الزوجات، ننصح الزوجات أيضا بالتسامح في بعض الشيء، وعدم التشديد وعدم الترقيب في الأمور، فإن من شدد لابد يندم، لابد يفضي هذا التشديد إلى تحطيم الأسرة والعشرة بينهما إلا ما شاء الله. فينبغي للنساء أيضا التسامح في بعض الأمور، ولا يشددن على الزوج فيما يتعلق بالعدل إذا كان خوفه قليلا أو شيء قليل، ينبغي فيه التسامح والتغاضي. فلا بد من عناية من الزوج، ولا بد من تسامح من الزوجات عن بعض الأشياء التي قد تقع من الزوج، قد يكون غير عابد لها، وقد يكون مضطرا إليها، والمرأة لا تزيد ثانية. فينبغي للمرأة أن تسامح في بعض الشيء حتى يحصل الوئام والتعامل عن خير.